قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أهمية القلب وضرورة علاجه والعناية به، لأنه ملك البدن. ومن أراد أن يعرف ما له عند الله فلينظر إلى حال قلبه مع كلام الله ومع شرعه ومع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى وجوهكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالميزان الشرعي الذي يوزن به السالكون إلى الله هو ميزان صلاح القلب من عدمه. فالصورة والشكل لا قيمة لهما مع خراب القلب وبعده عن الله عز وجل وعن التأثر بكلامه. القلب إذا أحب الله وحصلت فيه خشيته ووجد لذة العبادة وتذوق كلام الله، فإنه يحمل الجوارح على الطاعات ويؤزها إلى فعل الخيرات. فالنظر، موطن النظر الإلهي هو القلب. الناس ينظرون إلى ظاهرك، ولا يوجد أحد على وجه الأرض يمكن أن يطلع على ما في قلبك. هذا الموطن لا يراه ولا يعلم ما يدور في دواخله إلا رب العالمين. فكيف بنا نحرص على تزيين الظاهر الذي يراه الناس؟ وكل واحد منا ينظر إلى المرآة مرة ومرتين، لأنه لا يقبل أن يرى الناس على ثوبه أوساخ وأن يرى الناس على هيئته ما لا يليق. كيف نقبل أن نعتني بالظاهر هذه العناية ولا يلتفت الواحد منا إلى قلبه مع تعاقب الليالي والأيام؟ السلف الصالح رضوان الله عليهم كانت عندهم عناية بالقلب أكثر من العناية بالظاهر. إن الله جميل يحب الجمال، نعم الإسلام يدعو إلى العناية بالظاهر، لكن بعد العناية بالباطن، بعد إصلاح القلب. كيف حال قلبك مع الله؟ واش عمرك فكرتي تقلب على شي دواء باش تخشع إلى تقرأ القرآن؟ تقول مني أنا كلام الله تيتقرا وأنا ميت ليا القلب، خصني نشوف شي طبيب يعالج يوريني كيف باش ندير، لأن ما يمكنش. لا يمكن أن تقدر الله وأن تعظمه وأنت لا تتأثر بكلامه، راه كاين عندك مشكل، عندك خلل. المؤمن ترتعد فرائسه من آيات الترهيب وتبتهج أساريره من آيات الترغيب. يعيش مع القرآن ترهيبا وترغيبا، بحال الطائر جناحان، كيقرا شي آية ديال الوعي تيخاف، تيخاف من العذاب ديال الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيبتني هود وإذا الشمس كورت وعما يتساءلون. فرسول الله الشيب الشيب خرج من شعره ومن لحيته إنه يتفاعل مع القرآن. نحن شيبتنا الدنيا، شيبتنا الذنوب، شيبتنا القنوات، شيبتنا المواقع، شيبتنا المعاصي، ولا نزال في طريق غير موصلة إلى رحمة الله وإلى رضوانه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. تتحس شي حاجة تزاد، مشيت لخطبة الجمعة تنخرج شفت معايا شي حاجة، شفت شي حادثة تسير، هذه آية من آيات الله زادت فيها شي حاجة. أي حاجة كتوقع في الكون ينبغي أن أتفاعل، لأن الكون كله يدل على الله. شروق الشمس إذا نظرنا إليه بتفكر وتمعن وتعمق آية من آيات الله. تحرك فيك شي حاجة، الشمس تشرق وتغرب، الناس يموتون، الحوادث والفيضانات والإعصار والفقر والجوع والزلازل والحروب، والإنسان ما كاينش في هذا العالم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ شحال واحد القفل عنده القلب مسدود والساروت جلات،
ما عندوش المفتاح باش يتخلص من، هو عارف راسه زاني لكن ما عندوش المفتاح باش يتخلص من ذكر المعصية، صار مدمن على هذه الجريمة، عرف راسه كذاب منافق، يعرف عنده يقين أنه كذاب ويتظاهر أمام الناس بالصلاح، لكن المفتاح ديال التخلص من هذيك المعصية ما لقاش. إذا الشاهد عندي العناية بإصلاح القلب، كل واحد فينا يدير واحد عملية تشريح للقلب ديالو. شوف العلاقة تاعك مع الله، شوف العلاقة تاعك مع ولادك، شوف المحبة ديال النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، شوف التجارة ديالك واش من الحلال، شوف التعامل تاعك مع الجيران ديالك، شوف التعامل تاعك مع الزوجة ديالك، شوف التعامل ديالك مع والديك، تتقلب. راه يقدر واحد المعصية تسبب لك في أن تكون محروم من التأثر بكلام الله.